كاليتي كاليتي في الزلابت. وكاين هادو نخرجوا في المغرب وحنا ملي لقيناهم مازال مشادين غادي نحاول ما يمكن باش نتفق مع باش نحاولوا نحيوهم دونك باش نحيوهم باش يبقاو هذا. وثانيا اتفقنا مع ماليزيا والغابات باش يزيدوا اصناف اخرى. وكاين عندنا اركان يلا بقينا شي جوج تجيران صغار غادي نحاول ما يمكن ندخلوا عاوتاني اركان نرجعوا للموقف تاعو البيت تاعو. المنتزه هذا باش يبدي ويغطي على يعني واحد الخصائص ديال السكان فين غادي تدير الانشطه ديالها الرياضيه والترفيهيه وفين يخرجوا وليداتهم. اذا هذا الشطر الاول بديناه بداو فيه الشركاء من جميع الجوانب. اول شيء هو الجانب ديال الحمايه اللي غادي تحدث عليه السي ديال وكاله الحكم من بعد لانه جاي المشروع على واد الواهر. دونك اول حاجه كنفكروا في الحمايه ديال الباخش من جهه الواد باش تكون واحد الحمايه مستقبليه لاي شيء يعني غادي يوقع مستقبلا. يعني تم الشهر وغادي نبداو الافعال خلال الاواخر ديال شهر سبتمبر 2022. تذكرت سيدي العام اللي حدثنا هنا بان نحن بصدد كنهضروا على مدينه ثانيه وهذا تيدخل في مدينه فريده. كنت عارف مدينه فريده كنا درنا لها الدراسه وكاين واحد الربعه ديال النقاط السوداء. علاش جينا حتى للخطر ديالها بكل صدق؟ لان ملي كندخل لحنا ما تيبقى حنا ولكن ملي كون نشيلو بنو في حالاتنا كنسحابهم واحد الطرف اشنا هي المساحه راه مازال ما عندناش الناس كابريسيو 39 هكتار. اذا شوف من تما حتى لهنا راه غير بهكا اللي فتحت السكنه ديال فاروق تما كون غير يدير فيها الريزورت يعني هنا لا بيسيكليت دير لي بيستو دير. اذا ملي دار الشطر الاول والشطر الثاني هذا شنو الشطر وعلاش حنا قلنا دابا خذ هذا القرار لان والو زعما 1 مليون ديال ما يمكنش دير لك شي حاجه. المجلس الاقليمي ما يمكنش يدير شي حاجه المجلس ما يمكنش ولكن تجمعنا كاملين عطاتنا الا عاود تجمعنا وتزاد الجهه تكون عندك واحد جوج الساكنه ديال تردن واحد 30 سنه ولا 40 سنه في المستقبل تبني في المتنفس. لان علاش اولا حصنتيها من البناء العشوائي حصنتيها من لازمار حصنتيها من كل شيء وبقات ملك للساكنه والغابات راه حنا قلناها دابا سميتو. وثانيا وثانيا راه هنا غادي تولي هنا تارودات ماشي ديك الرياض غادي تبقاو على الملاعب ديال هنا ديال الملاعب ديال الحوايج وعندك المطار هنا وعندك المسائل. نائب رئيس جماعه تردن مكلف بخدمات القرب تنفيذا لبرنامج عمل جماعه الممتد ما بين الفتره 2016 و2022 قامت الجماعه باعطاء انطلاقه لمجموعه من المشاريع في هذا الاطار. هناك خمسه مشاريع. المشروع الاول اللي هو مساهمه من الجماعه في اطار منتزه بحي او بامام البوره اللي هو تقريبا منتزه فيه 39 هكتار. هذا شاركت فيه الجماعه بمبلغ تقدره 150 مليون و500 الف درهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.